اجل شيء خاص مهم. وشو؟ وشو؟ كم باقي الوقت؟ كم باقي على الرجعه؟ 6 أيام و7 6 دقائق. انا يا وليد بقول لك حاجه. قل لي حاجه. تكفى ما تكلم مره، خلوني اتكلم. ايه حدك يا ولد. ايش في علمكم يا ولد؟ ايش اسالكم بالله؟ انتم تفطرون الصباح؟ ايش تسوون الصباح؟ ايش تسوون؟ بقول لك. قل لي. انا يا وليد ايه ايش تبغى تتحرك؟ ما شفتك لغه الجسد. اوه مهم. كبرك شعره. تفضل اجلس. لا واقف. ايه تقعد واقف. انا يا وليد ما ادري ايش اقول وما ادري من المسؤول ايش اخلي. انا بقول لك كلام من قلبي. انا بقول لك كلام من يدي. يدي تتكلم. شباب فيني بكوة. ابك. انا يا شباب دقيقة احجاري. عرى نفسه وعرى وليد. عرى نفسه وعرى وليد. تبكي يا طافي. انا اسف. الو انا يا شباب. الو تمام عندك تمام. انا بقول لي في خاطري يا وليد. قول لي في خاطرك يا علي. واتمنى انها توصل مشاعر. تسوي مسرحيه قول لي خليني اساعدك. يا ناس هي الدنيا مشاعر. ايه ابى اقول كلام من يدي من فمي. ودي ابكي. اسلم. ودي ابكي. انا معاناتي كبيره. صح انها في الصباح لكن اتمنى فيها اهات كثيره. ايه انا هذه شفره. هذه انا يا وليد. اسلم. لا اخفيك صح مشاعري مشاعر. واحد مبسوط ومن البسطه قمت واسمعها قمت احزن وقمت اضيق من الفرحه والبسطه. معليش يا علي. إيه لا بقولها. لا بقولها. قولها يا علي. لا تخليها في خاطرك. بقولها يا وليد واتمنى. لا تقولها. انا ودي اقول كلمه برضو ثانيه. قولها. احيانا الواحد يفقد اعز من يحب. صحيح. واحيانا الواحد يفقد اعز ما اؤتي اليه. صحيح. احيانا الواحد يفقد حاجه لا تكون بالقيمه ولكن بالمعنى. صحيح. احيانا الاثنين تفقدها وتروح. احيانا الثلاثاء والاربعاء والخميس. ولكن في امل يوم من الايام ترجع. صحيح. الاصرار والهمه ترجع. لا يا وليد ابشرك بحاجه. ترى سارت يا جماعه الخير تجي بالاقدار. صحيح. وترجع بالاقدار. مو كل شيء علي علي يجي بالعزيمه والاصرار. اني انا راح اشوف الشيء. اشياء تجي بالساهل والله يرسلك. واشياء تروح بالساهل. تروح بالسهل لكن صحيح. الله احيانا يرسلك الشغله عشان تسعد فيها ناس. صح. احيانا الله يرسلك الشغله عشان ترجعها الناس. احيانا الله ما يرسلك الملقوف تروح. احيانا تقعد ما حد يرسلك. قالك هذه فايده. روح انت ارسل نفسك يا اخي. تحرك تحرك مع الناس. انا تاثرت يا علي. ارسل نفسك. نعم هذا اول قرار. صحيح. وليد سم من هذا المكان. نعم. دقيقه بس ببكي. ابكبك. لا تخلص الفاين. أدخل في السواق ولا واحد من اخواننا السابقين جو. حاب اقول حاجه. ايه وليد تفضل. وبدون اي طقطقه. حلو. وبدون اي استهانه في هذا الموضوع صدقني يا ربي ان ارسل لك احد يسعدك في هذا الصباح. فكر معي يا وليد شويه. فكر اكثر. تكفى. ايه ناظر السماء عادي. خاطب الطبيعه. خاطبها اكثر يمكن تلقى جواب. أنا يمكن تلقى أنا الجواب صدق. في محجر عيوني. واحيانا يا وليد تعطيني يدك وترفعها للسماء وتدعي وتقول يا رب يا اللهم رد لي ضالتي. اللهم رد لي ضالتك في يدك خاتمك يدك. الله يسعد امك. دقيقة والله عليك امر الله ان نفسه. والله ان خاتمك لقيته طايح سبحان الله. هذا خاتم وايل. هذا خاتم وايل. اقسم بالله ينضع اني زعلت. والله ان ربي ارسلني ازرق من غير اي ترتيب. اسالك باللي خلق انه نفسه.
اقسم انا بكذب لك ورجع ابوكي شلال والله تستاهل ربك الله يسعد امك طالعني بعلمكم طالع عليكم والله خذيته والله ما اخذته طالعني اربع بؤبؤك اربع بؤبؤك ما اقدر ركان والله يسعد امك تبارك وليد جمهورك والله يسعد امك وليد وين حصلته عشان تقتنع والله العظيم كنت امس هناك يوم بث احمد العوض يوم تقول نبغى نسوي المقطع واسوي زي كذا الا موجود تحت رجلي الله يسعد امك من امس خلي معك انا اقول انا شكيت قلت في شيء في شيء خلي معك انا مخلي من امس معي الله يسعد امك الوتر بالله استضيف على الوتر يا ابو ها ركان هذا يسوي على الوتر لا استضيفني تكفى لا بستضيف خاتم وليد معك الله يرحم والدك شباب يعطيكم العافية بيض الله وجيهكم يسعد أمك بس وليه تكفون خلنا نتطور شوي احنا إعلاميين ناجحين اللي قاعد نسوي إعلام فاشل شباب خلنا